هوا. ازيكم؟ في واحدة عرفها لا يمكن تركب أسانسير، لو العمارة كام دور مش هتركبه. واحدة تانية عرفها لا يمكن تركب طيارة، وفين بعد كذا سنة لما قدرت تتغلب على خوفها وتركب طيارة. وكنت بقعد بقى مستغربة قوي، يعني ايه؟ يعني ايه ممكن حد يعمل كده في نفسه؟ او مثلا يخاف من الكلاب ويبقى مش قادر يشوف كلب، ولو جه كلب في الشارع يقعد يجري منه ويبقى مرعوب. او يعني ايه حد يبقى خايف من الاماكن المقفولة، او من المية، او من النار، او من الضلمة. وانا نفسي بخاف من الضلمة، بس في ناس بتخاف جامد كده. لما درست مشورة وعرفت انه الخوف ده ليه ابعاد كتير وليه درجات كتير، وفي خوف صحي اللي هو الطبيعي العادي، وفي خوف مرضي، والخوف المرضي ده ممكن يوقف حياتنا. وكنت مستغربة قوي انه الخوف يوقف حياة حد، او يخليه مقفول، او يخليه مش قادر يطلع للحياة، مش قادر. في ناس عندها خوف اجتماعي، مش بيعرفوا يخرجوا من البيت، مش بيعرفوا يشتروا حاجة من السوبر ماركت، مش بيعرفوا يقابلوا حد، بيخافوا يقابلوا حد اول مرة. وكان فعلا جوايا استغراب كتير جدا واسئلة كتير على الموضوع ده. واضح ان جالنا تليفونات. الو أهلا بيكي. ممكن تعرفينا بنفسك؟ أنا اسمي مريم وعندي 26 سنة. أنا حكايتي ببساطة أني طلعت من وانا صغيرة وما لقيتش بابا. الناس قالت أنه فجأة كده مشي وساب البيت وما رجعش تاني، ومن ساعتها ما حدش يعرف عنه حاجة. في ناس قالت أنه زهق مننا ومن ماما اللي كانت كئيبة، وناس تانية قالت إنه ما قدرش على مصاريفنا وتعب من الاحتياج والفقر. أنا مش عارفة هو سابنا ليه، ومحدش عنده إجابة مؤكدة. بس حتى الإجابة دلوقتي ما بقالهاش لازمة، لأنه في الآخر مشي وساب 6 و4 أطفال لوحدهم من غير سند أو معين. ما سألش نفسه في يوم إحنا بناكل منين ولا عايشين إزاي؟ ما سألش نفسه احنا عاملين ايه لوحدنا ولا مين واقف جنبنا. ادانا ظهره من غير تفكير او تردد، مشي من غير تراجع او ندم. عشان كده احنا طلعنا كلنا بنخاف وقلقانين، اتربينا وطلعنا على الخوف. انا كبرت وانا خايفة من الفقر، اصل الفقر ده قاسي قوي. عشنا سنين طويلة وإحنا بنعاني منه وبنتعذب تحته، سنين طويلة وإحنا دايماً محتاجين ومزنوقين. كبرت وأنا بخاف من البكرة والمستقبل المجهول. كنا دايماً خايفين، مش عارفين إيه اللي مستخبلنا، قلقانين من مفاجآت الزمن والأيام. أنا بخاف من الناس، مش بعرف أثق في حد. أصل إذا كان أبويا اللي هو أقرب واحد غدر بينا، إزاي بعد كده هقدر أثق في الناس الغريبة؟ وإزاي أؤمن لحد مهما كان باين إنه كويس؟ أنا بخاف من الجواز، خايفة أتجوز يحصل معايا اللي حصل مع ماما، وأدفع عمري تمن غلطة واحد أناني، ويضيع عمري وشبابي وأحلى أيام حياتي. أنا بخاف أبقى لوحدي، بخاف الناس تسيبني ولاقي نفسي وحيدة ومتروكة. أصل الوحدة دي قاسية قوي، بتقصف العمر. أنا بخاف من المرض، أصله بيخليك ضعيف ومحتاج للناس حواليك، وساعتها هتتذل وتتأذي وتضطر تتحمل إهانة كرامتك لأنك مش قادر ترفض. أنا بخاف من الموت، أصله ما بيستأذنش، بيجي فجأة وانت مش واخد بالك، ما بيميزش بين صغير ولا كبير، غشيم مش بيحس. خايفة ياخد مني الناس اللي بحبها، الناس اللي مهونين عليا الدنيا الوحشة دي.
هعمل ايه وعيش ازاي لو الموت اخذ مني الناس اللي بحبها؟ الخوف ده حاجة بشعة قوي، وبحس ان هو زي النار اللي بتاكل في صاحبها. انت كده عندك حاجات كتير قوي بتخوفك، ازاي عايشة مع كل مشاعر الخوف دي؟ ما بفكرش، التفكير متعب وصعب. انا حتى لما حاولت افكر في ربنا لقيت نفسي خايفة منه، خايفة اغلط يعاقبني عقاب شديد، خايفة اعمل حاجة ويقرر ينتقم مني، واكيد انتقامه هيبقى صعب. انا مش عارفة ارضيه، حاسة ان ارضاءه صعب. انا مش عارفة غير ان انا عمري ما حسيت بالامان، ولا اعرف يعني ايه امان، ولا عارفة ازاي الاقيه. أنا تعبت ونفسي أرتاح، نفسي أعيش، نفسي أتخلص من الخوف اللي فعلا نار بتاكل في حياتي ومخلياني مش عارفة أستمتع بأي حاجة فيها. مرسي جدا على مشاركتك وعلى إنك فتحت لنا قلبك وحكيتي كل مخاوفك لينا. أتمنى إن إحنا نعرف نجاوبك على حاجة ونساعدك في خلال الحلقة دي. خليكي معانا. ألو، إزيك؟ عاملة إيه؟ كويسة؟ عايزة أشوفك وعايزة أتكلم معاكي عشان جالي مكالمة في البرنامج وعايزين نحاول نساعد اللي اتصلت. انا عارفه انك هتعرفي تساعديني كويس. حلو قوي، ميرسي جدا. اوكي يلا اشوفك قريب، باي. ازيك يا سيدي؟ اهلا يا ميري، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه الحمد لله. في لما جالي التليفون في البرنامج كان في خوف مالي الرسالة، خوف من الترك، خوف من المرض، خوف من الموت. خلينا الأول نتكلم عن الخوف عامة، وإمتى يبقى الخوف ده طبيعي وإمتى يبقى مرضي؟ طيب خلينا نقول إن إحنا عندنا نوعين من الخوف. في خوف بنقدر نسميه خوف سوي او خوف صحي، والخوف الصحي ده مهم جدا علشان نعرف نحافظ بيه على نفسنا ونحمي روحنا ونبقى حذرين طول الوقت. يعني تخيل لو انت سايقه عربيه وطالعه على طريق سريع ومش خايفه، ما ده خطر. تخيل لو انت عندك امتحان بكره ومش خايفه، مش هتذاكري. ايوه، ففي نوعيه من الخوف صحيه، ومن غيرها غالبا البني ادم عنده مشكله كبيره، اسمه الخوف السوي، اللي بيخليني أبقى مركز وحذر ومنتبه وبجهز. يعني حاجة كويسة إن إحنا حاجة كويسة بالظبط. فإحنا الخوف ما ينفعش نوقفه تماماً، في نسبة منه صحية ومطلوبة علشان أبقى بني آدم سوي بتفاعل في الحياة. لما بنتعرض لخبرات مش كويسة في حياتنا، خبرات سلبية زي الخبرات اللي سمعنا عنها في القصة بتاعت البنت دي، مرات الجهاز الإنذار ده بيحصل فيه لخبطة وبيبتدي يرن في اوقات مش خوف، بزياده بالظبط، وبيدي استجابات اعلى من اللي المفروض ان هي تكون بتحصل. هنا بيبقى حصل لخبطه في جهاز الانذار اللي ربنا اصلا زودني بيه. فالقصه بيولوجيه بحته، او على مستوى الجسم بشكل بحت، في حاجات في جسمنا بتتحرك هي اللي بتخلينا نخاف. عشان كده جسمنا بيقشعر وشعر راسنا بيقف، والساعات كده نشد على سناننا من الخوف. دي استجابات في الجسم ناتجة عن إحساسي بالخوف ده. فأنا بحتاج أشوفها على هذا المستوى. حلو قوي. طب وإمتى بقى أبتدي أقول أن أنا شكلي كده الخوف اللي عندي ده بقى مرضي، أو شكله كده أنه زي ما بتقولي بقى الإنذار بيضرب بزيادة ومش في مكانه؟ لما يخرج عن الحيز الطبيعي بتاع الاستجابة. يعني إيه؟ يعني لما يبقى الخوف اكبر من الحاجه اللي انا خايف منها. يعني ممكن اخاف وانا ماشيه في الشارع لو شفت كلب بدرجه، بس لما اخاف قوي لدرجه ان انا اصرخ واجري، هنا بقى الخوف
اكبر من الحاجه اللي بتخوف. حتى لو الكلب ده ما عمليش اي حتى حاجه، حتى لو الكلب ما عملش اي حاجه، الكلب عادي ماشي وانا اول بس ما اشوفه اترعب. بالظبط بالظبط. فلما الاقي ان نسبه الخوف او حجم الخوف مش متناسب مع الحاجه اللي انا بخاف منها، هنا ابتدي اشوف ان انا عندي خوف خرج بره الحيز السوي او بره الحيز الطبيعي. فانا في حته هنا انا محتاجه بقى ابتدي اساعد نفسي او اطلب مساعده من حد ياخد بايدي علشان ارجع اتعامل معاها تاني بشكل صحي. اوكي. طيب بالنسبه بقى لو انا اتعرضت لحاجه بتخوف، مثلا صدمه، مثلا حد عمل حادثه وبقى مش قادر يسوق عربيات تاني او يركب عربيات اصلا، او من غير حادثه ولا اي حاجه، هو ما بيحبش يركب طيارات او ما بيركبش اسانسير او ما بيركب او بيخاف من الاماكن العاليه او المغلقه او كده، ده يعتبر ايه؟ ده بيعتبر خوف مش سوي. ده بيعتبر خوف كده خرج بره حيز اللي هو سوي. لما بتحصل خبره صعبه في مكان ما من اللي قلتي عليهم دول، عاده المكان ده بيرتبط بالخوف. فمثلا لو اتحبس في الاسانسير ممكن بعد شويه اخاف اركب الاسانسير تاني وبحس ان انا اتحبس فيه. لو عملت حادثه بالعربيه ممكن ابقى خايفه اسوق او ابقى خايفه وانا في العربيه لالا اتعرض لنفس بالظبط نفس المشاعر الصعبه اللي انا حسيتها في وقت الحادثه. وكان ارتبط المكان بالمشاعر الصعبه اللي انا مريت بيها دي، فكل ما اجي اروح ناحيتها تصحي عندي وتوقظ عندي الاحساس ده مره ثانيه. احنا بنقول للشخص اللي اتعرض لموقف صعب من فضلك ما تتجنبش الحاجه اللي حصل فيها المشكله، يعني ما تهربش من المكان وما تروحش ناحيته مره ثانيه. فلو اتعرضت لموقف صعب في مستشفى احتاج اروح المستشفى، لو اتعرضت لموقف صعب في عربيه احتاج اركب العربيه، في الاسانسير كأني بواجه نفسي او بواجه الخوف اللي عندي. بالظبط. وبكل مكان الوقت اللي انا رحت ليه مره تانية للمكان اللي انا خفت منه والحادثه قليل، كل ما انا قدرت اتغلب على الخوف ده والفوبيا أسرع. دي ما تكونتش جوايا، لكن هي بتتكون وبتكبر لما انا بتجنب الحاجه اللي خفت منها والوقت بيزيد والاقي مقاومه من جوايا تخليني مش عايزه اروح، وانا استجيب للمقاومه دي فالخوف بيكبر جوايا ويتملكني لدرجه ان ممكن اوصل لمرحله يبتلعني كمان. فعشان ما اوصلش للمرحله دي بحتاج اتحرك بدري للحاجه اللي انا خفت منها. اتحرك لها يعني اعمل ايه؟ يعني ارجع تاني امارس نفس الحاجه واروح لنفس المكان واتشجع وانا خايف وامتلك كده خوفي واتواجه معاه مره تانية علشان اقدر انتصر عليه او اهزمه. ده بنسميه التعريض التدريجي المنظم. يعني ايه التعريض التدريجي المنظم؟ يعني انا كده بشجع نفسي واقول لروحي طيب انا خايف من المرجحه دي، طب ما الناس كلها راكبه المراجيح اهي، مش معنى انا اللي هقع من دون عنهم. فانا بقنع نفسي كده انه القصه طبيعيه والناس بتركب اهي وزي الفل، انا همتلك خوفي ده وامسكه وهروح اركب المرجحه اللي انا خايف منها واتحمل احساس الخوف اللي جوايا مره في الثانيه في الثالثه لغايه لما يحصل حاجه بنسميها التعود. التعود ان انا من جوايا اتعودت ان انا اتعرض للحاجه اللي بخاف منها ومبقتش اخاف بنفس الدرجه اللي كنت بخاف منها قبل كده. اوكي. بس هو مش هيروح خالص يا ميري عشان نبقى واضحين، بيفضل منه حبه توتر، شويه قلق، شويه مخاوف كده، بس انا ببقى ممتلكها وعارف اكمل حياتي بشكل طبيعي، مش هي اللي بتاثر فيا ومش هي اللي بتوقف حياتي وبتسيطر عليا. بالظبط كده. طب ولو حد بقى ما تعرضش لصدمه ولا حاجه لكن هو بيخاف، يعني ما فيش حاجه ضد الحاجه دي بس هو من جواه خايف، زي مثلا خايف من المرض، خايف في اعرف ناس خايف يجيله سرطان، هو ما تعرضش لسرطان قبل كده بس هو خايف وعايش طول حياته خايف، او خايف يموت، او خايف يركب طياره، او خايف يركب يطلع السلالم اللي بتتحرك او اسانسير او أيوه. وما فيش أيوه. حاجه حصلت قبل كده. ايوه. يعمل ايه؟ بصي انا اقترح على الشخص اللي عنده نوع من الانواع المخاوف اللي بتقوليها دي انه يبتدي يعمل حوار مع روحه دائم يصلح فيه مخاوفه دي. انا بحتاج اقول لروحي طب ما انا بقالي قد ايه خايف من المشكله دي بعينها وما حصلتش،
بقالي قد ايه متوقع ان يجي لي المرض ده وما جاش. انا بقالي 10 سنين معذب وعايش كل يوم التاني متخيل هيجي لي المرض ده، ما انا بقالي 10 سنين ما جاليش المرض ده، اشمعنى هيجي لي دلوقتي؟ فانا بحتاجه اعمل حوار مع روحي يصحي جوايا المنطق اللي يقدر يقف قدام الخوف ده. وكان الخوف قتل المنطق. بالظبط، يعني بقى هو اللي مسيطر والمنطق مات خلاص. بالظبط، يبقى الخوف كبير قوي وبلعني وبيديش مساحه لدماغي انها تفكر. مشكله الخوف انه بيسرق مني الوقت الحالي اللي انا موجود فيه. وبفضل قاعد مرعوب لحسن يحصل. لو ركزتي كده هتلاقي مخاوف في المستقبل، معظمها بتبقى في المستقبل جايه لي من اللي جاي. ايوه، فانا لو قعدت اركز كده ان النهارده ده كان يوم انا كنت خايف منه من كام يوم فاتوا. فانا النهارده هو جه، يعني النهارده اللي انا كنت خايف منه مش بيخوف هو زي ما انا كنت متخيل. ايوه، ما هو بكره برضو اللي جاي هيبقى بنفس السلام بتاع النهارده. انا ليه متوقع ان اللي جاي سيء وان اللي جاي وحش وان اللي جاي مخيف زي ما كان عندي تصور ان النهارده هيبقى مخيف؟ فانا بحتاج اناقش دماغي بالمنطق واقدر استند كمان على الوعود الكتابيه اللي تقدر تاكد وتحفز عندي المنطق ده وتثبت عندي معتقد ان انا مسنود وان انا مش متروك وان انا مش مرمي وان انا مش في الشارع. بالعكس، انا بني ادم مسنود باله في ظهري سندني يقدر يخليني اقف قدام الصعوبات دي والمخاوف دي. زي الايه بتاعت ايضا اذا سرت، انا بحب الايه ظل الموت، بحبها قوي. ايوه، لا اخاف وشر لانك انت معي، يعني حتى لو انا ماشي في عز الموت. بالظبط، انا مش خايف عشان انت معايا، مش عشان اي حاجه. بالظبط. عايزين نكلم البنت اللي اتصلت وحكت مشكلتها مع الخوف. هي الحكايه ابتدت بانه باباها سابهم، وبعد كده هي عندها مخاوف تانية كتير قوي. تحبي تقولي لها ايه؟ عايزه اقول للبنوته دي انا حاسه بيكي، مقدره يعني ايه انت خايفه، وقادره افهم غياب بابا في حياتك ازاي مخلي عنصر الامان مش موجود ومخليكي خايفه من الحياه لانك ما شفتيش السند ده. وهي عندها حق، يعني انت عندك حق انك تحسي بالمشاعر دي، بس عايزه اقول لك برضو انه مش دايما الانسان بيكفي يشبع الامان اللي انت حاساه او اللي انت محتاجاه. غالبا في اله كبير هو اللي بيقدر يملا الجزئيه دي بدرجه كبيره، انه يبقى في بابا الكبير العظيم اللي مش هيتخلى عني واللي مش هيسيبني لاي اسباب، حتى لو انا حد سيء هو مش بيسيبني ولا بيتخلى عني. وعايزه اقول لها كمان انه ينفع تجري خط وتبتدي الحياه من اول سطر، وتقدري تكملي وانت معاكي بابا السماوي. الحياه لسه قدامك، وينفع تتدربي على كل حاجه انت خفتي منها وتواجهيها وتكملي. الحياه مش بتقف عند اب مشي، ممكن الحياه تبتدي عند اب مشي. ايوه حقيقي. طب والمخاوف الثانيه هل هي ليها علاقه بالخوف الاولاني؟ ممكن طبعا، بس مش شرط. ممكن الخوف بيبقى عامل زي البذره يا ميري محطوطه جوه، بتبقى مش عارفين هتطلع في اي حته. فبيدور على المواقف السلبيه اللي ممكن الشخص يمر بيها عشان يظهر فيها. بس هي بتبقى بذره صغيره اتوجدت وكبرت، تبقى عامله زي الجذور اللي اتشعبت جواها. علشان كده بينفع نتغلب على خوفنا وينفع نكمل حياتنا، لأن الخوف بيسرق مني حياتي. أيوة. والخوف بيخليني فقد الطعم ومعنى الحياة اللي أنا موجودة فيه، بحتاج أتغلب عليه. ولو ما قدرتش أتغلب عليه استعيني بصديق ودوري على حد ياخد بإيدك عشان تقدري تتغلب على الخوف بتاعك. بينفع وتواجهه زي ما قلتي، بينفع باختلاف أنواعه. بالظبط، نوع بتروح عنده وتقرر تواجهه، ولما تمتلك وتبقى قادرة تقف على رجليها تشوف نوع تاني لغاية لما تخلص كل المخاوف بتاعتها. طيب، فكرة التعريض دي أو أن أنا واجه خوفي فكرتني بداود لما واجه جولياط. إن هو كان صغير قوي وما عندوش أي إمكانيات، وحتى لما لبسوه الحاجات دي ما كانش قادر يقف وشالها من عليه، لكن عرف يفتكر، عمل الحوار الداخلي اللي بتقولي عليه، يعني قاعد يفتكر ان هو واجه الدب وواجه الاسد وربنا كان معاه، مش بنفسه طبعا،
هو يعني قاعد يفتكر اللي حصل معاه، قاعد يفكر نفسه بأحداث كان فيها ربنا واقف جنبه، واجه دب وأسد، فقال إذا كنت أنا عرفت أواجه الدب والأسد بوجود ربنا معايا يبقى هعرف أواجه بني آدم، يعني في الآخر هو بني آدم. ففكرني بي يعني إنه حلو إن أنا أقعد أفكر نفسي بنفسي بإمكانياتي وبشطارتي، وكمان بإنه ربنا معايا وكان معايا ووقف جنبي فهيكمل معايا زي ما أنت كنتي بتقولي. مرسي يا سوزي جدا. مرسي يا ميري. واتمنى نكون يعني وصلنا لها يا نور. يا رب يا رب. اوكي شكرا. مرسي. ازيك يا هبه؟ كويسه الحمد لله. النهارده هنتكلم عن الخوف. كلمه ربنا تقول ايه على موضوع الخوف ده؟ كم الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن الأمان والسلام وإننا نطمن، من أكتر الآيات اللي اتقالت هي عن الموضوع ده، وغالباً ده بسبب اللي أنت بتقوليه إنه إحنا الموسيقى التصويرية بتاعت حياتنا الماشي معانا طول الوقت، بنتولد ناخده يعني كده نشربه ونعيشه ونورثه وكده. يعني مرة كنت حاسة أني خايفة وأنا مش عارفة أنا خايفة من إيه، وحسيت قفشتني كده طول الوقت بقول أنا خايفة على كذا أنا خايفة على كذا، وبعدين واحدة صاحبتي قالت لي وأنت خايفة وخلاص. قلت لها اتعودت أخاف، هي اتعودت أخاف رغم أن أنا عندي الآيات في دماغي كتير، لا تخف ولا ترتعب لأني أنا الرب إلهك معك حيثما تذهب، لا تقلق ولا تهتم لأنه الله اللي بيأكل العصافير والله اللي بيلبس زنابق الحقل هو مسؤول عننا ومسؤول عن لبسنا وعن أكلنا، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. دي آيات حفظها من وأنا طفلة، بس أنا برضو بخاف لأنه الحق الكتابي هنا في دماغي مش واصل لقلبي، ودي حاجة ما ينفعش أعيش بقية حياتي بيها بقى. يعني أنا عند حتة معينة لما الكتاب المقدس بيعلمني أنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني شكلي مش شكل وشي وملامحي، لا شكلي يعني تصرفي، يعني ردود أفعالي، أتغير عن الكلام ده من خلال تغيير دماغي ذهني، لما أشبع ده عقلي يشبع بالكلام المقدس ندخل لقلبي، هنا محتاجة نعمة ربنا. نعمة ربنا اللي بتاخده من هنا تنزله هنا، مش أنا، مش هبة، مش ميري، مش أي حد في الدنيا، ولا الرجالة ولا الستات، أنا محتاجين نعمة من ربنا. يا رب أنا برجع بترجى وجهك من فضلك، أنا بعرف آيات كتير عن الأمان وعن رعايتك وعن حمايتك، بس أنا طول الوقت خايفة، أنا بخاف إني أخد خطوة جديدة، أنا بخاف لا أتوجع وأعيش نفس التجربة السابقة، أنا بخاف على أولادي، أنا بخاف من على المستقبل، أنا بخاف من الأمراض والوجع، أنا بخاف من الشغل واللي بيحصل، أنا بخاف على قلة الفلوس، وأنا عارفة أن الله مهتم وأنا عارفة أنه بيرعى ومقدر مشاعري كمان، يعني بالزبط. عشان كده هو قال كتير يعني. بس الآية اللي ما بنكملها بقى لما بيقول تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، ده في رومية 12، معناها أنه هو عايزني مطمنة علشان استمتع، عايزني اصدقه عشان اعرف اعيش، عايزني افرح مش عايزني مرعوبة. الرعب ده شيء قاسي قوي قوي قوي. الآية في يوحنا بتقول الخوف له عذاب، هو فعلا عذاب، يعني الواحد لما بيخش في دايرة الخوف دي بيبقى بيعذب نفسه حقيقي. حرام، ما اقدرش اقول اني عمري ما هخاف واني النهاردة هاخد قرار باني هصدق كلام ربنا ويملأ قلبي ويملأ عقلي وتمام كده يا هبة ما عندكيش مشاكل، اوعي تخافي لو خفتي تبقي مجرمة ومذنبة وخاطية ولازم تتوبي، لا ما زي بتقولي الله بيقدر مشاعرنا. ولما بيقولي ما تخافيش مش ماسك نير وعصاية لو خفتي هل دعك، بالعكس بيقولها بطيبة، يعني انا بحس بيطمني بيطمني، لانه حتى لما الملاك ظهر لمريم سلام. قال لها ما تخافيش سلام، يعني رسالة سلام، الملاك دايما بيبدا بالسلام، ده هو ملاك. يعني ايه كلمه ملاك بالعبري؟ يعني رسول، هو الرسول بتاع الله،
فالرسول جايب رسالة السلام، جاي خبرية. ولما ظهروا لإبراهيم يعني في كل الظهور، لأن الناس أول حاجة ملاكي ظهر يخاف يعني، فبيقولوا ما تخافش يعني مش بالأمر ما تخافش، بس يعني زي ما بيكون بعدي الشارع مع ابني تخافش. أنا معاك، ما بعوروش يعني، ما بقولوش أنت بتخاف ولا تطشو، لا اطمنه. أيوة بالظبط. ولما يكون جايلي بمصيبة أول حاجة بقول له اطمن، أنا في ظهرك، أنا معاك، أنا ده إحنا البني أدمين بنعمل كده مع أولادنا. أيوة بالظبط. إحنا المحدودين، إحنا اللي ممكن نكون مشغولين، إحنا اللي ممكن نكون بنغلط، إحنا اللي ممكن نكون قلالات الحيلة. الله بقى لا مشغول عننا ولا قليل الحيلة ولا بيئسى أبدا أبدا، لكن بالعكس عايز يطمن. أنا بحس إنه ممكن عشان كده نكون مش مطمنين من ربنا أو مش مصدقين كلمته، لأن إحنا فاكرين إنه ما تخافش دي بالكرباج، لكن لو خدناها بمحبة أو لو قبلناها أو فهمنا إن هو يقصد يقولها لنا بمحبة هتبقى حاجة تانية خالص يعني، هتبقى زي ده بالظبط الآية بتاعت سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم بيعطي زيف، بيعطي خدعة، هات وخد، حبيتني هدي لك وابسطك وضمنك وادفع لك، ما فيش. فالله مش كده، الله لا ينكر نفسه، ما بيتغيرش، وعوده ثابته. لما بيقول انا معاك خليني افرح بيها واصدقها. خليني اختم معاكي بايه، الايه الجميله اللي في سفر يشوع، سفر يشوع اصحاح 1:9. الايه بتقول ايه؟ تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. ليه؟ لاني انا الرب الهك معك حيثما تذهب. وفي ايه تانية بيقول انه يحفظ دخولك وخروجك. وفي مكان ثالث لا يجعل رجلك تزل، حافظ اسرائيل لا ينام. حلو، الهنا حلو وطيب وراعي. خلينا نطمن وننبسط. امين. يعني انت قلتي مفتاح انا معك، يعني وزي داود لما قال ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. هو ده المفتاح. 23 بيسموه مزمور المعيه. انت معايا، يعني ده المفتاح بتاع الموضوع. طول ما انت معايا انا تمام. انا مطمن. ميرسي هبه قوي، وميرسي لرساله الطمانينه والامان. اشكر ربنا. امين. تطرح الخوف الى خيرك. امين امين. عايزه اقول لك واقول لنفسي معاكي واقول لكل حد بيخاف، سواء خوف طبيعي او خوف مرضي، انه كفايه خوف، وانه احسن طريقه انك تواجهي بيها الخوف هي المواجهه، وهي انك تعرضي نفسك للفكره دي، وانه في مخرج. الخوف مش اخر الدنيا ومش هيوقف حياتك، وانه في ناس كتير قوي كانت بتخاف وكان الخوف موقف حياتها، لكن عرفت تتخلص منه وعرفت تخرج من الخوف ده وما بقيتش محبوسة جواه. عايزة اقولك انه بداية الخروج من الخوف ده هو انك تقولي انا خايفة، عادي تقولي بصوت عالي، وتدوري على مساعدة لو مش عارفة تساعدي نفسك. وعايزة اقولك كمان انه الله مقدر مشاعرك، مقدر خوفك. ربنا اتكلم مع ناس كتير وكان بيقول لهم لا تخف، ما كانش بيقولها في شكل امر انه ما تخافش، لكن كان بيقولها لانه حاسس انه الشخص ده خايف، كان بيقولها وكانه عايز يطبطب علينا ويقول لنا ما تخافوش انا معاكو. خليكي بتطلبي منه، قولي له رب انا خايفه ساعدني. اخر حاجه عايزه اسيبها معاكي، كلك جميله.